راديو الأهرام يقدم علاء الدين مجلة إذاعية تصدر كل أسبوع. رئيس التحرير ليلى الراعي. تقديم نجوى دنديري. ونيجي لأول فقرة معانا النهاردة، علاء الدين والأصدقاء. فقرة تمثيلية هيأديها علاء الدين وأصحابه ياسمين ومرجان. كل حلقة هيتفقوا فيها على حاجة حلوة هتغير حياتهم، ونسمع التفاصيل مع نهى سعد، سعد المغربي، وأحمد مصطفى. بص يا مرجان، البطاطس الجديدة دي حلوة قوي، تعال نشتريها. لا انا عايز من البطاطس دي رخيصه قوي يا علاء. يا عم محمود، ادينا 2 من ده و3 من الشوكولاته دي. الشوكولاته دي مش بحبها. يا مرجان استنى بس، شوف سعرها، دي رخيصه قوي. يا عم وجعت لي بطني اخر مره اكلتها، تلاقيك كترت منها. بس يا عم محمود اديني ازازه ميه. يا عم محمود بص يا ياسمين، الشوكولاته دي يا نهار، ايه ده، دي وحشه قوي وكلها الوان صناعيه ومواد حافظه. طيب ما كل الاكل في كانتين المدرسه كده، هنعمل ايه؟ طيب وفر فلوسك دي وهات اكل صحي من البيت احسن. مش بحب السندوتشات. طب خلاص، خلي ماما تعمل لك بطاطس محمره وبانيه وعصير فريش وكل اللي انت بتحبه، على الاقل تبقى عارف انه حاجه نظيفه وطبيعيه مش محفوظه. لا طبعا، ماما بتعمل كل الاكل في القلايه الجديده، رموا معلقه زيت، والاكل مش طعمه حلو. لا هو طعمه حلو، بس انت اللي مش متعود عليه. الحاجات المقلية في زيت كذا مرة بتبقى مش صحية وبتسبب سمنة وامراض موحشة. خدي واحدة بطاطس يا ياسمين، الله على طعمها تحفة. لا مش ممكن، انا مش باكل الحاجات دي خالص يا مرجان. انا معايا اللانش بوكس بتاعي وفيه فاكهة وخضار وسندوتش جبنة بالطماطم والجرجير. ايه ده، ايه كل الاكل ده؟ ده كل الحاجات اللي مش بحبها معاكي. اكل صحي ايه بس، هو فيه احلى من الحاجات الحلوه اللي في الكانتين؟ لبان ومصاصه وشوكولاته وبطاطس وحاجه ساقعه، وبعدين تتعبوا وبطنكوا توجعكوا وتسخنوا وغيره وغيره وغيره. طيب بس سديتي نفسي احسن. طيب هاتي علاء اكل انا الحاجات دي طالما نفسك تسدد. ربنا يشفيكم. ليه، هو احنا عيانين؟ عيانين بدماغكوا التعبانه اللي بتخليكوا تعملوا كل حاجه غلط. ما كل الولاد بيشتروا الحاجات دي. ملناش دعوه بالغلط، ما نعمل احنا الصح. وفروا فلوسكوا وحوشوها وهاتوا اكل نضيف من البيت. هاي صدق عجبتني حكايه التحويش دي يا علاء، كده نقدر نشتري كل حاجه عايزينها. فكره برضو، نشتري الفراخ المقرمشه، عارفها طبعا يا مرجان. مفيش فايده. لا خلاص بنهزر. طيب يا ستي نحاول نعمل اللي انت بتقولي عليه ونشوف. ايوه كده، برافو. حلوه يا بلدي، دي تاني فقره معانا النهارده هنتكلم فيها عن جمال مصر، وهنروح معاكم اماكن تاريخيه وهتسمعوا معلومات لاول مره. هيقدمها ليكم سيد عوض ونهى نسيم. مساء الخير على كل مستمعينا في كل مكان. حلقتنا النهاردة مميزة وهتعجبكم قوي إن شاء الله. هنتكلم فيها عن متحف النسيج المصري بشارع المعز، ومعانا دكتور أشرف أبو اليزيد كلية الأثار جامعة القاهرة. بنرحب بحضرتك معانا. أهلا وسهلا بحضرتك. كنا عاوزين نبذة مختصرة عن المتحف حضرتك تقولها لنا. عشان نتكلم عن المتحف هنا لازم نتكلم الأول عن المبنى نفسه. متحف النسيج المصري موجود في سبيل محمد علي. سبيل محمد علي زي ما هو باين من اسمه كده، أنشأه الوالي محمد علي باشا سنة 1828 على روح ابنه وابن أخته إسماعيل باشا وخليل باشا اللي كانوا توفيوا في حروب السودان. فالوالي محمد علي باشا أقام سبيل محمد علي في شارع المعز لسقاية المارة من الناس يعني، وألحق الحياة بالسبيل مدرسة كانت بتسمى مدرسة النحاسين الأميرية. واللي داخل المتحف يعني هيشوف اليافطة بتاعة المدرسة موجودة لحد دلوقتي. الحقيقة المدرسة كانت لتعليم مبادئ القراءة والحساب والعلوم الأساسية
للطلاب وتلاميذ الحي، ويمكن من أشهر تلاميذ مدرسة النحاسين الأميرية أديب مصر نجيب محفوظ والزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قضوا هنا فترة الابتدائي بتاعهم. وبعدين الحقيقة المبنى يعني استمر يؤدي دوره كمدرسة يمكن لحد سبعينيات القرن العشرين، لحد ما ابتدى في الألفينات يتم ترميم المبنى وإعادة استعماله كمتحف للنسيج. وعايزين نعرف من حضرتك، في إقبال شديد على المتحف ولا ما فيش بالنسبة للأجيال اللي طالعة دلوقتي؟ والله هو كمتحف نوعي متخصص في النسيج فقط، يعني تعتبر الزيارة معقولة يعني، وإحنا بنحاول نعمل أنشطة مختلفة خصوصا مع المدارس وطلبة الجامعات لجذبهم لزيارة المتحف. في هنا سؤال كنا عايزين نعرفه من حضرتك، ليه الناس مش بيزوروا المتحف رغم أنه بيحتوي على ملابس أثرية قيمة جدا وعريقة جدا، يعني ليه الإقبال قليل عليها؟ لا، الإقبال عليه لأنه إحنا عموما المصريين لسه ما عندهمش ثقافة زيارة المتاحف بشكل كافي، وإن يكن الفترة الأخيرة يعني إحنا شايفين تحسن كويس في عدد الزيارة والاهتمام يعني، وده بيحصل في كل تقريبا المتاحف المصرية، ونأمل في الفترة الجاية إن شاء الله أن الزوار يزيدوا يعني. نتمنى ده، وبنشكر حضرتك جدا أستاذ أشرف. أما الفقرة دي فمعانا مواهب وأبطال، هيكون لينا لقاء بطفل أو طفلة موهوبين في الرياضة أو الرسم، في الغنى أو الموسيقى. تعالوا نسمع موهبتنا النهاردة مع حسن علي ومحمود شلبي. بنرحب بطفلتنا الموهوبة في الرسم هنا محمد. ازيك يا هنا؟ الحمد لله. عندك كم سنة يا هنا؟ 8 سنين. في سنة كم يا هنا؟ في سنة تانية ابتدائي في مدرسة دمرداش رسمية للغة. بتحب ترسمي ايه يا هنا؟ بحب ارسم افوكادو. ايه اول رسمة رسمتيها؟ عروسة. احكي لنا عن انواع الرسومات اللي معاكي. معايا افوكادو، ومعايا بطريق، ومعايا بحر، ومعايا راكو الكلب، ومعايا شمعة، ومعايا كور. مين اكتشف موهبتك؟ خالتي. ايه المواهب اللي عندك التانية؟ عندي كاراتيه ورسم وحفظ قرآن وبغني. تحب تقولي ايه لاصدقاء علاء الدين اللي بيسمعونا الان؟ اللي بيحب يرسم يخلي بابا ومامته يشتركوا له في اي مكان عشان موهبته، ويخلي بابا ومامته يشتركوا له في اي مكان في رسم. دليلة، اخبار من هنا وهناك، ورش وكورسات هتفيدك. تعال اعرف التفاصيل مع نهى سعد. أصدقاء علاء الدين في كل مكان، ولاد وبنات، رجعنا لكم بأخبار عن أهم وأجمل الأنشطة والأماكن اللي عارفين إنها بتهمكم. حفلات ورحلات وكورسات وندوات ورش عمل في أماكن كتير زي النوادي والسفارات والمراكز الثقافية والمكتبات وغيرها كتير من الأماكن الجميلة. في ساقية الصاوي يوم الجمعة 8 مارس، مسرح الساقية للعرايس بيقدم عرضين بنفس التذكرة، عرض الطفل المعجزة وعرض المزمار الهندي. سعر التذكرة 30 جنيه فقط والحجز من الآن. أما لو عايز تبقى محترف رسم بورتريهات، ورشة البورتريه اللي بتقدمها ساقية الصاوي هتديك المهارات الكافية لتعلم أساسيات الرسم والتصوير. الورشة كل يوم سبت خلال شهر مارس، والسن بيبدأ من 12 سنة. ولسه بنتكلم عن ساقية الصاوي وعن اليوجا، كورس يوجا مرتين في الأسبوع، والسن المحدد بيبدأ من 15 سنة. أخبرنا كتير عن ساقية الصاوي وبرنامجهم حافل الشهر ده. بتدعوكم الساقية لحضور حفل للاستمتاع بموهبة صغيرة بس احتلت مركز متقدم في برنامج المواهب The Voice Kids. الطفلة جويرية حمدي في انتظاركم يوم الجمعة 8 مارس على مسرح الحكمة بالساقية. المسرح القومي للأطفال مستمر في عرض مسرحية شمس وقمر على مسرح عبد المنعم مدبولي. العرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع الساعة 7:30 مساء. مدة العرض ساعتين ومناسب للأطفال من سن 4 سنوات وللكبار أيضا، وقيمة التذكرة 30 جنيه للفرد. نادي الصيد بيقدم برنامج المرسم للصغار خلال شهر مارس أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.
ورشته بعنوان المعماري الصغير، والسن المطلوب من 6-16 سنة. مورجان بوارتا، فقرة كوميدية تمثيلية هيأديها مورجان وصديقته ياسمين. مورجان هيقع في ورطة وياسمين هتنقذه. تعالوا نسمع هتنقذه ازاي مع أحمد مصطفى ونهى سعد. أنا مش عايز أروح المدرسة دي تاني خلاص. ليه بس يا مورجان، حصل إيه؟ العيال هناك بيضايقوني ومش بيحبوني. ليه؟ أكيد بتغلس عليهم. دايما أنت كده ظلماني يا ياسمين. طيب احكي عملت إيه؟ كان مصطفى ويوسف ومروان بيلعبوا مع بعض، وبعدين محمد اتكلم عليهم وحش وقال دول ولاد وحشين ومش شاطرين. وبعدين رحت قلت لهم على اللي قاله محمد عليهم. يا خبر، يعني فتنت على زمايلك؟ وبعدين كمل. راحوا التلاتة ضربوا محمد وقطعوا شنطته وكلنا روحنا للمديرة. ليه كده بس يا مرجان؟ ليه المشاكل دي؟ انا بس كنت بنصحهم. والله بتنصحهم؟ انت عارف ده اسمه ايه؟ لا مش عارف. اسمه نميمة وفتنة، والفتنة اشد من القتل. قتل؟ انا بريء، انا ما قتلتش حد. يا مرجان انت كده وقعت زمايلك في بعضهم، وكان ممكن يعوروا زميلك وضايقتهم كلهم. انا ما غلطتش في حاجة، انا قلت على اللي حصل ودي شهادة حق. هو حد طلب منك تشهد بحاجة، ولا انت اللي اتطوعت ورحت قلت لهم؟ لا مفيش حد طلب مني حاجة، انا كان نفسي اكسب ثقتهم فيا وابقى صاحبهم، اصلهم اجمل شله في المدرسه. يا مرجان كده غلط غلط، اللي انت عملته ده هيبعدك عن الناس اكتر وهيكرهوك. ما هو ده اللي حصل فعلا، كلهم كرهوني واتخانقوا معايا. طيب وتعلمت ايه يا مرجان؟ اتعلمت ايه؟ بصراحه ما اتعلمتش اي حاجه. يا مرجان ملكش دعوه بعد كده مين قال ومين عيب، لما تسمع حد بيتكلم على التاني وحش انسحب في هدوء وقول له ماليش دعوه بحد، ويا ريت ما نتكلمش وحش على حد. ازاي ده بقى؟ زي ما ربنا امرنا، كل واحد في حاله. وبعدين انت لو عايز تصاحب الشله دي شوف حاجه تتميز فيها، تتفوق في دراسه، تلعب رياضه وتبقى بطل، ساعتها كلهم هيجروا وراك ويبقوا نفسهم يصاحبوك. طيب انا بعرف اشخبط، قصدي بعرف الون، مش ده تميز برضو؟ طيب ده حلو قوي، حاول بقى تنمي موهبتك واملى فراغك بيها وهتتميز وهتبقى فنان. ماشي ماشي انا فعلا غلطان. طيب هتروحي معايا المديره بكره عشان عايزه تعاقبني بحرماني من البريك؟ حاضر هروح معاك، بس بشرط انك ما تعملش كده تاني. ماشي حاضر. اصدقائي الصغيرين، اصدقائي المستمعين، الحلقه مرت بسرعه، كان نفسنا نفضل معاكم اكتر من كده. استنونا في الحلقة اللي جاية مع علاء الدين. مجلة إذاعية تصدر كل أسبوع. رئيس التحرير ليلى الراعي. تقديم نجوى دانديري.